طيب خلينا نروح لموضوع آخر خاص بوزارة التضامن الاجتماعي اللي أكدت الاستمرار في صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة، وده للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة واللي تخلفوا عن المواعيد المحددة للصرف. كمان بنك مصر الاجتماعي مستمر في صرف معاشات شهر مايو الجاري. خلينا نتعرف أكثر من الأستاذ ياسر عبد السلام مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن. بنرحب بحضرتك فندم، صباح الخير. يا اهلا بحضرتك محمود استاذ نوح، صباح الخير عليك. صباح الخير. طبعا احنا مش هنتكلم عن ابريل ومايو بس، لكن دايما تكافل وكرامه هي سند لعدد كبير من الاسر اللي بتستمر في صرف هذه العمليات واللي بتستمر بصرف حتى ولو بيدخل اجازات على فكره، وبنشوف قد ايه ان بيبقى في يعني زي ما بنقول تقدير لده او ان بيبقى في استباق لده. لو حضرتك تطمنا بشكل عام عن عمليات تكافل وكرامة بشكل عام. وعمليات تكافل وكرامة طبعا الصرف مستمر والصرف متاح على مدار 30 يوم مش في مدة محددة، وطبعا إمكانية الصرف إن العميل من حقه يصرف الفلوس بتاعته محفوظة في المحفظة تحته لمدة 6 شهور كمان، لأن لو ما تمكنش من الصرف في أول يوم على مدار 30 يوم إلا الصرف مستمر لمدة 6 شهور. بالإضافة أن احنا دلوقتي حولنا لجميع محافظات مصر عملاء تكافل وكرامة لكروت ميزة. كارت ميزة ده بيستطيع العميل الصرف على مدار الأسبوع السبع أيام كاملة، وعلى مدار الـ 24 ساعة طبعا بيتمكن من الصرف من جميع مكانات الإتيام. أما بالنسبة لبعض الأخبار اللي بتقول أن تكافل وكرامة توقف، طبعا ده حاجة مستحيلة. أن تكافل وكرامة برنامج الدولة الأول، هو برنامج يعني القومي موجود في داخل جمهورية مصر العربية، طبعا بيدعم الأسر الأولى والرعاية بشكل كبير. برنامج تكافل وكرامة بدأ بداية من شهر أبريل طبقا لتوجيهات معالي الرئيس، إن زيادة أعداد تكافل وكرامة وصلنا دلوقتي ما يقارب الـ 4 مليون و100 ألف دلوقتي حاليا، وفي طريقنا للزياده في خلال الشهور القادمه ان شاء الله. طيب دكتور ياسر، لو اي حد من المواطنين تعثر في الحصول على المستحقات الماليه او كان مثلا مش موجود في المحافظه بتاعته او اي حاجه خليته يتاخر ان هو ياخدها، ازاي يتواصل معاكوا او ازاي يحصل عليها بشكل سهل؟ او عامه الكارت اللي مع العميل دلوقتي ممكن يصرف من اي محافظه مش مرتبط الصرف بالمحافظه، ان مكنه الATM او مكاتب البريد من حق العميل ان يصرف من اي مكتب بريد على مستوى الجمهوريه، من حق العميل ان يصرف من اي مكنه ATM على مستوى الجمهوريه. وفي حاله تاخر الصرف احنا زي ما قلنا نوهنا سابقا ان الصرف مستمر على مدار ال 30 يوم، بالاضافه ان العميل مستحقاته مستمره موجوده في محفظته الالكترونيه لمده 6 أشهر. ففي حالة ده عدم وجود مشاكل في آليات الصرف نتيجة أرقام سرية، يعني أدخل الرقم الباسورد خطأ أو نتيجة أخطاء أخرى، بيتواصل من الخط الساخن 19680 بيقول له إن الرقم السري دخلته أكتر من مرة غلط، فبيصفر له أرقام محاولات الرقم السري وبيعيد الاستمرار تاني في الصرف، مفيش أي مشكلة. طيب دكتور، دايما التساؤلات في فكره يعني زي ما بيقول الداتابيز او شبكه المعلومات او البيانات الخاصه باضافه ناس جديده، لو حد بيقول انا بستحق تكافل وكرامه، ودايما بنحاول ان احنا نعيد ان ده بيبقى فيه يعني تبسيط لهذه العمليه، اللي بيبقى يستحق ان هو ياخد تكافل وكرامه لو حضرتك تبين لنا مره ثانيه ويعمل ايه عشان هو لو بيستحق هذا المعاش. طبعا احنا في البدايه بنستهدف الاسر اللي هي الاولى بالرعايه، الاسر الفقيره اللي وضعنا لها شروط، وفي داخل الاسر دي وداخل الافراد بنستهدف اسره لديها اولاد من يوم لست سنوات او لديها اولاد من 6 سنوات لمرحله الجامعه، يعني في مرحله التعليم او مرحله ما قبل التعليم. ده بندعم الاسر الفقيره اللي هي لديها اولاد في مرحله ما قبل التعليم اللي هي من يوم لستة او مرحله التعليم سواء التعليم المدرسي او التعليم الجامعي. طبعا كنا في تكافل وكرامه حتى يوليو السابق كنا بنستهدف الاولاد في التعليم حتى المرحله الجامعيه. طبقا للتوجهات الرئاسيه ابتدينا نستهدف الاولاد حتى في المرحله الجامعيه كمان. يعني بدايه من يوليو الماضي في 2021 ابتدينا نستهدف طلبه الجامعه بمساعد داخل تكافل وكرامه ان يستمر الصرف على مدار السنه
200 جنيه مكرره للصرف. بالنسبه للافراد، برنامج كرامه بيستهدف افراد داخل الاسر، بيستهدف مسن او مسنه تخطوا ال 65 سنه، سواء احد الزوج او الزوجه او الاثنين معا بالاسره. برنامج كرامه بيستهدف المسنين، بيستهدف العاجزين عن العمل سواء نتيجه مرض مزمن او اعاقات، بيستهدف حاليا دلوقتي الايتام، فاي فئه من الفئات اللي احنا تحدثنا عنها، بالاضافه للارمله ذات اولاد او مطلقه ذات اولاد او مهجوره العائل ذات اولاد او المطلقه بدون، كل الفئات دي ممكن تتوجه لاقرب وحده اجتماعيه بالمستندات البسيطه بتاعتها، مجرد شهادات الاوراق الثبوتيه، صوره البطاقه على محل السكن، او شهاده ميلاد الاولاد، افادات المدارس اللي بتثبت ان هي مقيمه في نطاق الوحده. وليس مطلوب من المواطن اي بيانات اخرى من جهات شريكه، زي ما مش مطلوب منه حجازات زراعيه، ولا مش مطلوب منه ان يجيب ورق تامينات، ولا مش مطلوب منه ان يجيب يعني ضرائب عقاريه، ولا مش مطلوب منه يجيب الحاجات دي كلها. نعم. إن طبعا في ربط شبكي حاليا مع الاجهزه الاخرى، فاحنا بنقول المواطن بيتقدم الاوراق البسيطه اللي هي شهاده صوره بطاقته وصوره بطاقه الزوج وشهادات ميلاد الاولاد وافادات المدارس في نطاق الوحده، وبتقدم له. بالنسبة للي هو المعاقين المسنين، طبعا بواقع البطاقة الشخصية مثبوت فيها السن. بالنسبة للمعاقين بيتقدم للكشف الطبي أولا طبعا وظهور النتيجة، وبعد ذلك يتقدم للوحدة. الأيتام طبعا اللي هي شهادة وفاة الأب، ده بيتقدم بيها، ده بمجرد أوراق بسيطة دلوقتي، يعني شلنا عن كاهل المواطن أي أوراق مع جهات شريكة زي التأمينات أو السفر لإصدار الجوازات أو الحاجات دي. احنا بنشكرك طبعا يا دكتور ياسر عبد السلام، مدير عمليات تكافل وكرامه بوزاره التضامن الاجتماعي، على كل هذه التفاصيل، ويا رب دايما كل اللي عايز يتقدم يكون خد المعلومه الواضحه.